كده متابعين بصباحنا لليوم، كنا عم نشوف اللوحات الحلوة مع شاب موهوب هيك اسمه عبد الوهاب. أهلا وسهلا فيك عن أهلا جديد. وسهلا فيك. كنا عم نحكي يمكن عن تعلمك للرسم بعمر صغير. بلشت بلشت بعمر 3 سنوات وصرت اتدرب على افلام الكرتون، اي شيء بشوفه قدامي، او مش شرط افلام كرتون، طبيعه صامته، يعني نعم. اي شيء بشوفه هيك، حتى برسمه بخيالي اول شيء بعدين ترجمه على الورقه. عم نشوف كمية الإبداع بالرسمة اللي ما عليها، يمكن وكان لاحظتي ليها الألوان وانتقاء الخلفية، ولكن صورة متميزة لسيدة الياسمين، يمكن المشغولة بجمال وجهها وايضا بتفاصيل الناعمه. يعني انت اليوم عمل لوحه هي كمان من لوحه سيد الرئيس كمان سالي. هيدا السيد الرئيس اللي ما عليها وسيده الي، خلينا نحطهم هيك مع بعض لا يطلعوا على الشاشه. انا دائما بحب ارسم الشخصيات اللي بتاثر فيني، اللي بحبها، يلي يعني اي شخصيه بحبها بحب اني ارسمها. نعم، يمكن دائما طيب الانسان بحب هذا. سالي بس خلينا نفرجي الناس قديش هون في كمان عندك شغلات. تماما، خلينا نفرجي الناس قديش في صور كثير حلوين ابوديع. شفتي شعطيتك؟ كمان بكل تفاصيل الحلوين. هو فناني المفضل يعني، هو محبوب بكل سوريا. سلطان الطرب. دائما كمان لازم الواحد يعني يكون يختار الشخص الصائب يعني لحتى يرسمه. نعم. صورة ثانية كمان. أيضا نهاد قلعي، فنانينا يا الخالدين في الذاكرة. يعني أنت عبد الوهاب يمكن جمعت شغلات برسماتك، الفن القديم، الفن الحديث، وأيضا صور عالم محببة لقلبنا. وأيضا ما عليها في وين الصورة اللي حبيتها أنا؟ الصورة اللي حبيتيها ما بعرف هيدا زغنوطة كانت ولا هيك الوجوه العيون. الوجوه العيون معك ليا، تخيل ضمن الرسمات. كمان خلينا نشوف على الكاميرا. عم تعرض علي محمود، احكي لنا عن هيدي الرسمات، يعني شلون انت قد ايه اخذت معك وقت؟ هلا يعني رسمات كمان حسب المزاج تبعي، يعني قد ما كان الواحد هيك معه صفاء ذهني بينجز بشكل اسرع. يعني هلا مثلا مثل هي الرسمه بالحبر الجاف، يعني هي مجرد سكتشات بس انا حبيت اني ارسمها بالحبر الجاف لانه هي يعني بالحبر الناشف كمان. يعني مثل خلينا نغير شوي عن الفحم او الملون، وهي اخذت معي يعني شيء نص ساعة يمكن او اكثر شوي. نعم. شو حابب ايضا تحكي لنا محمود؟ يعني حابب تشارك بمعارض؟ دائما طموحك عن جد مو لانه انت اليوم ضيفنا، ولكن رسماتك هي اكبر من عمرك، وهي عن جد انا وقت سالتك انت موهوب ولا حضرتك دارس الفن كاكاديميه، قلت لي لا هيدي موهبه. احكي لنا شوي شو حابب تعمل، شو مشاريعك، شو احلامك، وشو هي طموحاتك؟ اكيد انا حابب كمل بالهوايه تبعي وبدي اخذها كهوايه، بس مالي حابب اني اخذها كدراسه، بس انا حابب كمل بالرسم وفوت بهندسه معماريه. حابب تدخل هندسه؟ واكيد حابب اشترك بمعارض، يعني لازم الواحد يضل ان شاء الله. اكيد لكل حدا مختص ومعني بالموضوع نحن بنوجه رساله، عبد الوهاب كثير موهوب ولازم يتضوى عليه، ونحن ناطرينك بحلقات جايه لحتى نفرجي العالم فنك الحلو، واذا فيك كمان ترسم لنا شيء على الهواء حابين اكيد نستقبلك معنا. بنشكرك كثير وموفق بهالموهبه الحلوه، واكيد نحن فخورين فيك. وانا كمان فخور اني طلعت معكم وكثير انبسطت. نحن بنتشرف ونحن بنحب نضوي يعني ليا على المواهب الشابه. شكر موصول لاهلك ووالدتك اللي هلا عم تصورك باستديو. اكيد يعطيكم الف عافيه والله يخلي لكم اياه. وشكرا يا عبد الوهاب، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.